ضيفتنا هلا مشاهدينا بتنتمي للجيل الجديد من المخرجين بلبنان اللي بالفعل عم بيقدموا لنا اعمال مميزه، اعمال اكيد بتستاهل انه نلقي نظره عليها. اليوم ضيفتنا هي رنا جلخ، اهلا وسهلا فيكي رنا. بونجور. حضرتك خريجه جامعه الروح القدس الكاثوليك، واليوم بدنا نحكي عن فيلم التخرج لك بعنوان فوراكار. هلا نحن بنعرف عاده بالافلام لما بنقول فوراكار يعني بنشوف مشهد معين، بالمشهد الثاني بيصير في شيء مغير، يمكن غلطة اذا بدك صغيرة الليل اللي بيلاحظوها. له علاقة بالفيلم يعني ركزة على الموضوع بالفيلم او الفكرة كلها هي فوراكار؟ هي الفكرة كلها، يعني هو المين كاركتر الشاب هو بيكون فوراكار بحد ذاته للقصة كلها. يعني في قصة مبلشة ومتابعة بالفيلم وهو موجود فيها او بيلاقي حاله فيها بطريقة غير مباشرة ولكن ما له علاقة فيها. مزبوط. هو شاب بارتندر. مزبوط. وعايش ملل؟ ايه نوع من الملل، روتين، ما عنده شيء. بنشوف انه بالبيت بينزل على الباب بيرجع من الباب على البيت بس زهقان يعني. مزبوط. وبتجي ليلي وبيتعرف على او بشوف صبيه وبصير عنده مزبوط. حشريه مزبوط. انه يتابع امور وخطوات هالصبيه. مزبوط. وبتبدا سلسله من الفوراكار هون. مزبوط. خبرينا شوي عن القصه رنا. هي القصه بيكون مثل ما قالت بارتندر عايش حياه روتين، بعدين بيشوف بنت وصلت على هالضيعه وبتعيش بالبنايه تبع المطرح الباب اللي بيشتغل فيه، وهي بتصير تتلاقى مع ثلاث اشخاص بتعمل ميتينجز بالباب، بترجع بتروح لمطارح، هو بصير يتسمع عليهم يراقبهم عن بعيد. مزبوط. وهون بصير عنده حشريه اكثر تيعرف شو عم بيصير. مزبوط. مزبوط. خلينا نشوف المشهد الاول لرنا تناخذ فكره عن القصه. واحدة بيرة. أنا كمان. بليز بيبسي مع شوي ويسكي. أو بقول لك بلا بيبسي. بدك تشرب شيء؟ لا. خلص وقفنا اليوم؟ خلص تعبنا بس زيادة. بكرة كل شيء بيزبط. خلص بتقول كله على علم، كله جاهز ان شاء الله. خير. سلي ما عبال. بيرة هو معروف. معروف بليز. ميرسي. مسكي. ايش كان بدك تسأله لأبونا؟ سيد تفضل. تشيرز. لا خايف يعني. لا ما تعطل هم، ما تعطل هم، ما تعطل. كله بيرجع. الو ركز معي. ايه شو رايك؟ ايه ايه ليلي بتوصل جدتي. هيدا خلصنا منه، باقي لنا هيدا لبكره اذا الله راد نخلص منه كمان. بس انا يا شباب ماني مع شو اسمه هذا اللي مشي فيه. هذا بيكون بكره اخر شيء بنعمله. الله يسلمك. بونسوار. أهلا. اللي صار لك عم تشتغل هون؟ ثلاث سنين. عم تشتغل شيء ثاني؟ حاليا لا. قد ايه عمرك؟ 23. ليه بقى؟ المهم خلصنا. تمام. نظامنا كل شيء فل؟ اكيد فل. فل. فلو؟ اه خلص. يلا. ما بدنا نعمل. شفنا اذا بدكم ب
بداية القصة، ولكن الأمور ما كتير توضحت، وكأنه رنا عم تاخدينا نحن والبطل برحلة أو مشوار مش عارفين وين رايحين. مزبوط. يعني نحن والبطل بنفس الموقف عم نشوف اللي هو عم بيشوفه. هلأ هو عم ترجم الأمور مثل ما بده، ونحن كمان عنا الحرية أن نترجمها مثل ما بدنا. هون first impressions كتير مهمين، لأنه هون عم بيستوعب كل الأمور من خلال الإمبريشن أو النظرة الأولى اللي عم ياخدها عن هالصبية والثلاث أشخاص اللي قاعدين سوا، عم بيراقبهم عن بعيد وعم بيركب قصة إذا بدك هو براسه من خلال المشاهد اللي عم بيشوفها. هلأ قد هي صحيحة أو واقعية نكتشف لاحقا، ولكن أنت بهالفيلم اللي هو على فكرة سسبنس ثريلر من أصعب أنواع الأفلام لتتنفذ، لذلك بضل في غموض إذا بدك من البداية لا تقريبا النهاية. أنت قصدة تركزي على موضوع الفيرست إمبريشنز أو النظرة الأولى؟ مزبوط اكيد، لانه دائما عندنا بالحياه هذا الشيء اللي هو الفيرست امبريشنز، بنشوف شيء بنشوف شخص دائما فيها البريجادجمنت اللي عندنا اياه، وفي معقول يكون مزبوط وفي معقول يكون غلط، واوقات بمعظم الحالات هي منا واعيه النظره الاولى او الفيرست امبريشن اللي ناخذها عن الشخص او عن حاله معينه. وبتصور صايره معنا كلنا انه بنفكر بشخص انه يكون بشخصيه معينه او بطبع معين ويطلع مختلف تماما. نفس الشيء بسيتويشن معينه بنشوفه عن بعيد، لما نتقرب نلاقي الامر بيختلف تماما. بتصور هيك عم بيصير مع هالبارتندر، خاصه لما بتقوم الصبيه وبتوقف حد وعم تحكي بتقول الليلة بتجهز الجثة. مزبوط. يعني هون يمكن صار في هلع عنده انه في شيء جريمة عم تتحضر او شيء. مزبوط. ودغري من بعدها بيجي هذا الشخص بصير يعمل انترفيو معه، بصير يسأله وين بتشتغل، قد ايه لك تشتغل هون، قد ايه عمرك، فبصير يحس حاله كأنه هو مستهدف، فبحس بهذا الخوف. بدنا نشوف مشهد اخر بركي بتوضح شوي القصة. كثير 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 روح ماشي. بكره الساعة 5 بالكنيسة. اوكي اوكي هيدا خلصنا، تعالى بدنا بيبقى في هيدا بكره بدنا نشوف شو بنعمل فيه. بوجه بكره شيء كبيرة بليز. انا درس بليز. هيدا مشي حاله، هيدا مشي حاله، هيدا مشي حاله. بعد بده شيء بده، بس في واحد بده 100 بعد. اوكي كيت الشخص هيدا خبو. تليفون مين هيدا؟ سين 1 تشيرش تيك 1.
من مميزات افلام السسبنس والثريلر مشاهدينا انه في كثير تويستس او هيك شغلات صغيره بتصير كمفاجاه لنا غير متوقعه، وشفنا عدد من التويستس بهالمشهد. بلشتي الفيلم مع نهايته قطشتيها ورجعتي عطيها بالاخر وكملتي النهايه. عنصر المفاجاه قديه مهم بهالنوع من الافلام؟ كثير مهم، لانه كثير صعب انه تخلي المشاهد يضل عم يسال، يضل اكتف، بده يعرف شو عم بيصير شو عم بيصير، وما تكون بريدكتبل النهايه، وبالاخر تطلع النهايه هالقد مش بريدكتبل وتطلع تفاجئ، فاكيد شيء كثير مهم. ولكن بنفس الوقت في تسلسل اذا بدك للاحداث وللقصه، يعني ابتدت مع هو عم بيراقبهم بخلال لقاءاتهم المتكررة عنده بالباب، وبصير عنده حشرية لأنه بيسمع كم جملة من حديثهم، وبيكتشف بلقاء تاني أنه هن عندهم موعد تاني نهار بالكنيسة، فبقرر يلحقهم. وهم يشوف المشهد لما هو بيدخل بقلب الكوفن وبدق تليفونه. مزبوط، هيدا كمان نوع من فرق كور تانية، انه بدق تليفونه هو بالكوفن، وهون بيكشف امره، يعني بطل مزبوط. هو عم بيتابع القصه من خارجها، صار بنص القصه. مزبوط. فينا نعرف كيف ينتهي الفيلم؟ كيف ينتهي الفيلم؟ هو اصلا ببلش، وقت يبلش هيدا مش بس بالباب بيصير يلحقهم، هي بتصير بتروح على الفرماشيه بتجيب ابر، بتجيب بانديد، بتجيب هيدا، بترجع بتروح على المقابر بتصير تصور، فهو هون الكيوريوزيتي تبعه كثير بتزيد. يعني هون شوي على شوي بصير مقتنع انه في جريمه نوعا ما عم تتحضر. يعني سبحان الله لما الشخص بيكون عنده اشارات هيك بسيطه دائما بفكر بالأسوأ، يعني بتصور هي بطبيعتنا كبشر، وبراسه في جريمه كامله عم تتحضر. مزبوط. وخاصه لما بيلاحقهم من مكان لاخر الى ان يوصل على الكنيسه بالاخر، شو بصير؟ انا عندي الحشرات بالاخر هو انه بيطلع بالكافن وعم يسمع اصوات وبعده ما انه عارف، بدق التليفون بيفتحوا الكافن، بيطلعوا انه كل وقت هن عم بيخططوا تيصوروا فيلم، وبيطلع اخر شيء انه عم بيصوروا فيلم. يعني فيلم عم بيتحضر، مشاهد عم تتحضر، فريق انتاج اذا بدك عم يلتقى حتى يحضر البرودكسيون كيف بده يكون، وهو كان رايح باتجاه مختلف تماما. مزبوط. شو العبره من هالقصه؟ نرجع هون للفيرست امبريشنز اللي اجمالا بتكون خاطئه. أكيد. للاسف. وبري جادجمنت، ومش بس كمان الفيرست امبريشنز، هي كمان الواحد اذا سمع شيء خبريه ما بيخليها حتى لقاله، بيحور القصة براسه، بيروح ينشرها للكل، وهي أصلاً وبزيد ملح وبهار مثل ما بقولوا عليها، يعني بتتضخم الأمور شوي. مزبوط. ومن شخص لآخر، من تم لآخر، بتصير قصة مزبوط. مختلفة تماماً، كتير بعيدة عن الواقع. مزبوط. بدنا نحكي شوي عن تصوير الفيلم، كان بمنطقة من أجمل مناطق لبنان، بمنطقة بشري. ليش اخترتي هالمنطقة رنا؟ يعني ليتلي كان إلي سنتين تقريباً أنا رفيقتي عايشة هونيك، إلي سنتين كتير عم حب أطلع لفوق، وكتير بتحس بالتصوير الواحد بيكون كتير ستريست، وخصوصا لما تكون عم صور ببيروت لو شو ما عملت بتكون ستريست. صح. فما كان بشري لقيتي مكان هادي ورايق، كتير رايق، وحتى لو عندك مشاكل وتاخرتي بس تطلعي بمنظر بتروقي، فكان كتير شيء مريح. والعالم بالباب بدي اشكرهم. نعم. كتير كانوا مناح، وكل العالم بشري. وبالنسبه للممثلين، شفنا بطل الفيلم البارتندر هو ممثل معروف، بطل فيلم وهلا لوين، جوليان فرحات، الى جانب بمجموعة من أصدقائك بتصور. مزبوط. كان صعب عليك تقنعي ممثل محترف شارك مع صراحة أشخاص معهم خبرة؟ لأنه هو بحب كتير يشارك بستودنت فيلمز ويساعدهم. عرضت عليه الفكرة، قرأ السكريبت وحب الفكرة لأنه كتير هو هذا، وكان كمان كتير صار يساعدنا بالتمثيل، يعني صار هو يعطينا أفكار وكتير اتفقنا، فكان كتير ماشي الحال. أنه تخلقي حبس أنفاس وتشويق على مدى 17 دقيقة أمر مش هين أبداً، من هنيك رنا، ونتمنى لك التوفيق بكل أعمالك القادمة. أهلا وسهلا فيك. مرسي. وقفي مشاهدينا ومنكمل اللايف.